تلاقيه بيعقدني بجد يعني، ابتديت بيعقدني وعمال يخترع لنا في اجهزه اشي خيال يا ناس. بصوا بقى، طبعا موضوع العجن والخبيز موضوع صعب. احنا ممكن يبقى عندنا حاجة عايزين مثلا نعمل كيكة، عايزين نعمل عيش، عايزين نعمل كحك، فبنجيب العجان ونحط الحاجات فوق بعض ونشغل العجان، وبعد كده بنسيب الحاجات ترتاح شوية، وبعدين نعجنها تاني في الغالب ونسيبها ترتاح، وبعد كده ندخلها الفرن، ويا بقى تتحرق تتلسع تبقى مستوية من بره ومن جوه مش انتوا عارفين القصص اللي بتحصل لنا دي في المعجنات. انا بالنسبة لي المعجنات حاجة صعبة، لان كل المعجنات في الغالب اغلبيتهم يعني مش كلهم دقيق سكر سمنه حاجات شبه بعض، بس كل حاجه فيهم بتعمل حاجه غير التانيه. قوم ايه بقى، قوم تورنيدو عارف احتياجاتنا ايه، واحنا عارفين ان اي منتج تورنيدو بيصنعه بيشوف احتياج السوق ايه واحتياج الناس ايه، ايه الحاجه اللي هم عايزينها. فعمل لنا بقى ايه، عمل لنا فرن وعجان وشاف، لانه انا بعتبره ده كمان شاف في آن واحد. شايفين هذا الشيء، هذا الشيء ممكن يعجن ويخبز ويطلع لنا حاجات كتيرة جدا مع تورنيدو. ده بقى عبارة عن ايه، هو جهاز صانع الخبز والمعجنات. ده مش بيعمل عيش بس، ممكن يعمل حاجات كتيرة جدا. هنعرف هو بيعمل ايه. اول حاجة هتقولنا بقى الشكل الحلو ده، هذا الشيء اللي شكله حلو اهو بيتفتح كده. ده بقى عبارة عن ايه، في 12 برنامج رقمي. خلاص لو عملنا هنا هوت المنيو، في 12 برنامج، لو مشيت بقى كده اهو هيمشي ال 12 برنامج. ال 12 برنامج دولت فيهم ايه اهو، خلاص. طيب البرنامج رقم واحد اللي هو البرنامج الاساسي، رقم اتنين الخبز الفرنسي اللي هو زي الحاجات الفينو والكلام ده، رقم تلاتة البرنامج التالت دقيق القمح الكامل، رقم اربعة البرنامج السريع، خمسة الحاجات الحلويات، ستة العجين، سبعة الطعام الخالي من الجلوتين جلوتين فري، تمانية الكحك، تسعة سندوتشات، عشرة الحاجات اللي فيها سمنة كتير، 11 العجن، 12 الخبز. كل بقى بروجرام من دول يا حبايب قلبي هندوس عليه هو بيعمل الحاجة لوحده. يعني مثلا هنا هو عندنا كده هو، ونمشي البروجرام رقم ده ورقم واحد. رقم واحد ده بيقعد 3 ساعات و10 دقايق، الجهاز بيقعد 3 ساعات و10 دقايق. بيقعد يعمل ايه؟ بيقعد يخبز. هو بيشتغل، هنحط المقادير جوه هنا اهو، خلاص. فده في تحت هنا في مروحه جوه اهي، هتلف هتعجن الحاجه مع بعض، هتسيبها تستريح والجهاز يقف كده لوحده مع نفسه نص ساعه، بعد كده يعجن تاني، بعد كده يبتدي يخبز لي الحاجات. وهنا ده بيطلع، هنطلع بعد كده في الحاجه اللي اتعجنت واتخبزت واستوت ونطلعها منه. وهنا بيبقى فيه طبعا المعايير عشان نعاير كل حاجة اهو المعيار، وهنا فيه الخطاف عشان لو الايد سخنة هنشيلها بالخطاف بتاعنا ده اهو. اوكي فبصوا بقى جوه اهو، خلاص هنحط ده تاني. طيب انا مش هشغله اهو، مش هشغله دلوقتي بس هنستخدمه كتير عندنا في البرنامج. بس هو في كمية حاجات غير عادية، في كمان ممكن يحتفظ بالعجينة اللي عملناها جوه لمدة ساعة دافية. يعني انت جايلك ضيوف فهتعجني الحاجة وتسيبيها جواه ساعة، هيفضل محتفظ بسخونيتها، تطلع لهم الكيكة سخنة، بيعمل أحلى سبونج كيك في الدنيا. أوكي في قلنا ده 60 دقيقة، في طبعا شفرات العجن اللي شفناها جوه، في ممكن ان هو في حاجه لطيفه قوي خاصه بالزرارين دولت اللي هو الخبز العيش من بره عايزين لونه فاتح متوسط داكن، ده بيتحكم فيه بيدينا اللون العيش من بره. فهو في الحقيقه حاجه من تورنيدو مبهره،
قلنا موجود في السوق دلوقتي. قلنا البروجرامات اللي فيه شكله حلو، ممكن يبقى محطوط في المطبخ، ممكن يبقى محطوط في السفرة، في الليفينج روم، في أي مكان، شكله حلو ولطيف. سعره كمان مفاجأة 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 مفاجأة، عليه سنة ضمان من العربي، وأنا شايف إن هو صانع الخبز. طبعا هو 550 واط. كمان هيبقى هدية حلوة قوي للعرسان إن احنا نجيبها، طبعا عيد الأم كمان كام شهر، يبقى لطيف جدا. ويتعمل بيه كل حاجة، كل حاجة بتتعجن وتتخبز بتتعمل بيه، وبيطلع الحاجة طعمها حلو قوي وسخنة. وفي حاجات الناس اللي أوقع عمرها ما خبزت وعمرها ما عملت مثلا توست، بيعمل توست يجنن. عشان تعمل عجينة التوست ويطلع مظبوط ويطلع من جوه مستوي من بره مستوي، دي حاجة أمر صعب مش سهل. هذا الشيء بيطلع أحلى توست في الدنيا، بيطلع أحلى عيش فرنش باجيت، كل حاجة ممكن تتخيلوها هنعملها في الخباز بتاعنا من تورنيدو. بشكر تورنيدو على كمية المنتجات اللي احنا مش ملاحقين، انا مش ملاحق على المنتجات الجديدة اللي بيقدمها لنا. شفنا النهاردة الخباز، شفنا قبل كده المكوى الجديدة البخار وكوينا بيها، شفنا كمان المكنسة اللي بتشفط المية، عملت لي حالة انبهار. كل شوية تورنيدو بيبهرنا بمنتجات، ولسه هنشوف حاجات اكتر واكتر في الفترة الجاية. خلونا نشوف فاصل، بعد الفاصل نرجع نكمل مع باقي سكان الشارع. خليكم معانا صباحكم. اربعة شارع شريف، اربعة